أخبار اليوم. والبداية من هنا من مدينة السلام ومدينة الحب، أجمل منتجع على مستوى العالم شرم الشيخ. لم يكن المستهدف شرم الشيخ، ولم تكن شرم الشيخ ولا الغردقة هي المستهدفة. في البداية حاولوا إقناعنا وصوروا لنا وهما أن الإرهاب يظهر في بلاد غير ديمقراطية، ولكن أيها السادة، ها هو الإرهاب يصل إلى عاصمة النور، إلى عاصمة الحرية والإخاء والمساواة. وها هو رئيس وزراء بريطانيا يقول لنا إنهم في الست شهور الأخيرة عثروا على 7 عمليات إرهابية كانت موجهة إلى أقدم عاصمة للديمقراطية في العالم. ومنذ شهور تحدثت الولايات المتحدة عن أن أجهزتها الأمنية ضبطت عناصر لداعش كانت تخطط لعمليات هناك. أيها السيدات والسادة، الإرهاب حالة معادية للإنسانية وللقيم الحضارية، هي حالة بدرية. البداية كانت من عندنا، لأن مصر هي سيدة العالم وهي أم العالم. قلنا وما زلنا نقول إن الإرهاب ليس حالة مصرية وليس حالة إسلامية. الإرهاب حالة شاذة تسيطر على العالم كله. تعرض له المواطنون الروس في الطائرة التي لم نصل إلى قرار نهائي في سر سقوطها، لأن اللجنة الدولية المشكلة لم تصل إلى النتيجة. ومع ذلك نحن نتعامل من اللحظة الأولى للمنطق الاحتمال الأسوأ. وها هو ما حدث في باريس، وما حدث في بيروت قبلها، وما حدث في بغداد ويحدث يوميا، وما حدث في سوريا وجنوب السودان والصومال وليبيا وتونس، ولا أريد أن أعدد الأماكن. كل مكان في العالم مهدد بالإظلام من الإرهاب الأسود، ولكن قدر مصر أيها السادة أن تكون المواجهة من هنا، من على أرض جمهورية مصر العربية. وفي هذه المرة القدر في شرم الشيخ وفي الغردقة. من هنا نقول لن تطفأ شعاع نور واحد في مصر. نحن هنا لنقول إن شرم الشيخ ليست وحدها. شرم الشيخ لا تمثل في هذه اللحظة مصر وحدها، لكنها تمثل الضمير الإنساني كله. ولهذا فقد تم الاتفاق اليوم بين الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، الذي أود أن أوجه إليه ولمؤسسة أخبار اليوم التحية على هذا الدور الوطني الذي تقوم به، الدور المهني والصحفي الذي تقوم به أخبار اليوم، معروف ولا يحتاج منا أن نتحدث عنه. وأيضا الدور الوطني معروف، لكننا نؤكده اليوم وتؤكده هذه المدرسة العظيمة الذي يقف على رأسها أحد أبناء الوطنية المصرية الأستاذ ياسر رزق وفريق العمل معه. مؤسسة أخبار اليوم ومحافظة جنوب سيناء ومحافظها الهمام اللواء خالد فودة مع وزارة الثقافة تقرر أن يقام مهرجان سينمائي عربي دولي سنوي على أرض شرم الشيخ، ونحن بصدد تحديد موعده وتاريخه. قد يكون في شهر يناير في الشتاء أو قد يكون في الربيع حسب توقيتات المهرجانات الدولية، لكن من اليوم ونحن نعد له. ليس هذا فقط، بل هناك مجموعة من المنشآت الثقافية تعمل على أرض جنوب سيناء وسوف تضاف إليها منشآت أخرى. سوف يقام قصر ثقافة على أرض سانت كاترين وفق أحدث المعايير الفنية والثقافية والمعمارية في العالم كله، لأننا نريد ونصر على أن نهزم الإرهاب في كل مكان. كل شمعة نضيئها أيها السادة هي ضرب للإرهاب، وكل قصر ثقافة أو بيت ثقافة أو حدث ثقافي أو فعل ثقافي هو ضرب لفعل التشدد والتطرف الأسود
الذي يريد أن يسيطر علينا، ولن يسيطر علينا أبدا، لا على مصر ولا على غيرها. وإذا كانت 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة العربية من هذا السيناريو الإرهاب الأسود، فإن مصر تاريخها سبق لها أن أنقذت المنطقة في مواقف كثيرة. أنقذتها من العدوان حين أمامت قناة السويس وواجهت العدوان الثلاثي، أنقذتها من الاستعمار، قبل ذلك أنقذتها من الطوكار، وأنقذتها من الغزو الأوروبي الصليبي. وقدرنا اليوم أن ننقذ الإنسانية كلها من الإرهاب الأسود، ومن هنا بدأنا الإنقاذ، وسوف تنجح مصر وتحيا مصر عظيمة مضيئة تحيا مصر منيرة ومستنيرة بفنها وفنانيها ونجومها. تحيا مصر عظيمة بجيشها وشعبها بقائدها ومواطنيها. وتحيا مصر قوية دائما وأبدا. وأشكركم.